المصارف دائما هي الحدث مهما تعمق ضجيج التجاذبات السياسية وآخرها الرئاسية، وهذا ما أثبتته أخبار اليوم. وما حصل مع بنك البركة ليس الأول من نوعه، لجهة حل مجلس إدارته وتعيين شربل عبدالله مبارك مديرا مؤقتا لتسيير أعماله وتصفيته، بل حصل الأمر عينه مع مصرفين سابقين هما فدرال بنك عندما تم تعيين سعد العنديري مديرا مؤقتا، وكذلك مع بنك الاعتماد التجاري بعد تعيين سامي حمود مديرا مؤقتا. فما هي المستجدات التي طرأت على هذا الملف؟ حاليا بنك البركة هو كان آخر بنك، يعني فعليا صاروا ثلاث مصارف. الجديد بالموضوع انه اللي عندي من معلومات هلا متوفره انه المدير المؤقت اليوم جامع مجلس الاداره تبعه للبنك باجتماع اليوم، ومش معروف بعد شو ممكن يصدر عنه نتائج هذا الاجتماع. الجديد ايضا انه الموظفين بالبنك اصابتهم الريبه اليوم ومش عارفين كيف بدهم يتصرفوا، لانه ما بعرف قديش عدد موظفين بنك البركه بالتحديد، بس حتما رايحين على كارثه اذا كان البنك رايح على التصفيه اذا ما لقى مين يندمج معه. المعروف انه بنك البركه ما خضع لاحكام التعميم 158، يعني ما كان عم يعطي المودعين دولارات 400 دولار لبناني و400 دولار بالدولار. بنفس الوقت في شوائب بتطبيق بعض التعميم الأخرى، ويقال أنه تطبيق أحكام منصة صيرفة بالمصرف كان فيها استنسابية كبيرة، يعني كان في كتير مودعين ما كانوا يقدروا يحصلوا على الدولارات بموجب صيرفة، بل في كلام أبعد من هيك أنه ممكن كان المصرف عم يستفيد من منصة صيرفة لحتى يشتري دولارات لصالحه. وبحسب معلومات سبوتشوت فإن مصير الودائع في المصرف سيبقى معلقاً إلى حين قرار مصرف لبنان، فإذا اندمج المصرف مع آخر عندها تتحول الودائع إلى مؤهلة. أما إذا اعتبر المصرف متعثراً ولم يقبل أي مصرف بالاندماج معه فيصبح مفلساً، وحينها تصبح الودائع بحكم قانون النقد والتسليف غير مؤهلة. لذا بما أن قانون هيكلة المصارف لم يبصر النور فسيبقى مصير ودائع المصرف مجهول. ولا بد من التوقف أمام ملاحظة حول ما يتم تداوله بأن المصارف التي ليس لديها أموال في مصرف لبنان تكون بمنأى عن الخطر، فما صحة هذا الكلام؟ المصارف اللي بدها أموال من مصرف لبنان هي المرجح أن تنفذ بريشة إن صح القول، وهي اللي توصل لبر الأمان، بخلاف المصارف اللي ما لها بذمة مصرف لبنان شيء، وهذه من المفارقات الغريبة بلبنان، لأنه عمليا مصرف لبنان له مصلحة يخلص المصارف يلي بدها منه مصاري لحتى يقطعها إلى بر الأمان حتى يكون هو إياها ببر الأمان، بينما المصارف اللي ما بدها منه مصاري تركها لحتى تواجه مصيرها منفردة. وهذه كمان ملاحظة يستوجب التوقف عندها، يعني يقال أنه بنك البركة ما كان له مصاري بذمة مصرف لبنان. هل ستكر السبحة ونرى مصارفاً أخرى على طريق بنك البركة؟ المؤشرات لهلأ بتفرجي أنه إذا عم نحكي بثلاث مصارف، وقبل كانت صحيفة الأخبار عم تحكي عن سبع مصارف، والمفارقة أنه بيناتهم في بنك مصنف من الفئة ألفا اللي هو بنك البحر المتوسط. أتت على ذكر بنك البحر المتوسط، بس ولكن بنك البحر المتوسط نفى هذه المعلومات، مش معروف شو مصيره بعد لهلأ. يعني ممكن نشوف مصارف كبيرة عم تبلش تهر، وهي دول ثلاث مصارف ممكن يكونوا أول ثلاث حبات من المسبحة اللي بدها تبلش تفرق. اللي واضح أنه مصرف لبنان عم ياخد هذه الإجراءات بارالل مع قانون هيكلة المصارف، يعني هو منه منتظر قانون هيكلة المصارف، واللي عم يدفعوا على هذا الشيء أنا بتقديري له علاقة بسعر الصرف الرسمي. يبدو أن القرار قد اتخذ بالنسبة إلى إعادة هيكلة المصارف، فعلى من سيقع الدور بعد بنك البركة؟ وما مصير آلاف الموظفين والمودعين الذين سيكونون كبش المحرقة؟ وأنتم هل تؤيدون إعادة هيكلة المصارف؟ سنتابع إجاباتكم في التعليقات.